بسم الله بدينا وعني بيصلينا، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. عسلامة، شنحوالكم صديقاتي؟ لاباس. اذا كنتوا اول مرة تتفرجوا فيها ما تنسوش باش تشتركوا وتفعلوا جرس باش يصلكم كل جديد. اليوم يا صديقاتي خرجتكم معايا باش تشوفوا اجواء حلوة برشا، طبيعة مزيانة برشا، هكا نبدلوا شوية الجو. هاكم معايا كما قلت لكم في العنوان متاع الفيديو، اليوم راجلي قرر باش يخرجني من الحاله اللي انا فيها. بالحق هكا باش نبدل شويه الجو، راهو هو عندكم الحق برشا قلتوا لي راهو ستريس وراهو البريود اللي تعديناها كل، معناتها مش كان انا، راهي بريود صعيبه برشا. ولهذا قررنا نخرجوا باش نوريكم وين مشينا وش عملنا ونمتعكم بالمناظر الطبيعية المزيانة بلادنا اللي ربي إن شاء الله يحفظها ويبعد علينا البلاء والوباء نحن وجميع المؤمنين. خليكم معايا تفرجوا في الفيديو وإن شاء الله فرجة ممتعة للناس الكل. وتو باش نبدأ على بركة الله. أول حاجة يا صديقاتي باش نعملوها مع بعضنا هي شوبينج. هنا الصوت قسيت وخاطر فما برشا حس باش ما يجيكمش برشا حس ولا تسجلت الصوت، نعتذر منكم، نحب كل شيء يبدا على طبيعته، اما الله غالب شيء قوي يعني الحس قوي. المهم دخلت للسنترال بارك. شكون ما يعرفوش سنترال بارك؟ هو موجود في معناتها وسط البلاد، في ماركيت، الماركيت اللي تفتشوا عليها كل تلقوها معناتها في المركز هذا، بلاصة هكا نظيفة ومزيانة ومضخمة، اللي يحب يمشي يعمل دورة، وفما حتى وين تاكلوا وين تقعدوا، فما حاجات معناتها فيهم بروموسيون. وهذا ها هو زازيو، فما جينيفر، حصيلوا الماركيت الكل موجودة. انا اللي يعجبني في مراكز التسوق انه كل شيء بحد بعضه يعني اللي تدخل من بلاصة لبلاصة وكما توقعش تاعب وتدور والكل، كل شيء بجنب بعض. هني يعني هبطة للمونوبري. اليوم باش نوريكم حاجات مزيانة، لبسة مزيانة في المونوبري، نجم معناتها تاخذوا فكرة، نجم تاخذوا منها منعرفش. المهم انا كي شفت حاجات حبيت نوريهم لكم. شوفوا البلاصه البنات الكل مسافه الامان قبل هنا البنات، فما سراول حلوين عشبوني يعني بردين نتاع صيف، الاسوام تلقوها معناتها جست هكا حبسوا التصويره ديما نقول لكم. شوفوا السراول هذوما زاده محليهم، هذوما الكل حاجات صيف الحقيقه، حاجات مزيانه فيهم القماش نتاعهم باهي، فيهم الكوتون معناتها ما يقلقوش حتى في السخانه يعني. هذوما أبيول موجودين أو فيهم مكلا الدونتيل من تالي في الظهر متاحهم، فما سراول عجبوني هذوما زادة محليهم بردين ما عندكمش فكرة، أو 34 دينار هذي سومها، تبدأ طويلة ترواكار حاجة هكا. وهذوما سراول لارج زادة عجبوني مع أو كأجي أنسامبل مع بعضها. تو نوريكم شوفوا كيفاش أمبل حلوة برشا وباردة، اهم شيء يعجبني كاليتي متاع القماش. انا هذوما ديجا لموضة معناتها سراول لارج راجعين لهم بصفة كبيرة. شوفوا محلية تناسق الالوان معناتها، وكا حاطين الوان مزيان مواتية بعضها، او كنوريكم انا في الاسوام هنا. هذوما سراول زيدة، فما المراول هذوما يعجبوني برشا لي بالكور، هذوما زيدة حاجات او كشوفوا واختاروا الالوان الفاتحة متاع الصيف الكل موجودة. تعرفوا البنات انا الجون يعجبني برشا، او كمشيت للكوان اللي فيها الجون، وهذوما هذوما نحبهم برشا، شابويت هذوما في الصيف يعجبوني برشا. وكا قصد كعبة قولوا لي شنو رايكم، عندي منها راهو كعبة تون وريه لكم اللون اللي عندي منه، اما انا ما استحفظتش عليها فتكسرت، ما بقتش كيما في مكان، ما بقتش واقفة. تون وريكم توا يظهر لي الثالثة باش نقيسها، نعرفش قصتها ولا ما قصتهاش. لحظة بركة، اهي هذه عندي منها اللون هذا، ولكن فزدت لي خاطر ما استحفظتش عليها. شوفوا محلاها هذه زيد في الجون،
غسيلو فما حويجات محليهم عندكم ما تختاروا، فما الطويل فما القصير فما السراول فما الشوارد فما الروب، اعملوا طل هذه موجودة في السنترال بارك راهي. شوفوا البنات هنا السراول هذوما الكاليتيم تاع القماش حاجة هايلة برشا، كما تعرفوا نحنا في الصيف معناتها سخانة وتحسوا رواحكم تقلقوا في سروال ماذا بينا حاجة تبدا واسعة وباردة، هذوما حاجات مزيانة برشا. هذه شوميز جين طويلة بالكدا يعني للمتحجبات حلوة برشا، هذوما ساكادو اسوامهم في الـ40 يظهرلي، نقول لكم بالضبط هي 44 دينار. حلوين الكاليتي نتاع القميش نتاعهم ولا الجلد حلو، هو ما نعرفش يعني جلد ولا مش جلد ولكن الكاليتي حلو. وهنا هكا باش نكمل معاكم الدوره، هذوما سراول زاد اسمع فما الالوان الفاتحه الكل. المراول هذوما صديقاتي نحبهم برشا، هذي بالكول هذوما نحبهم برشا يعجبوني، هذوما حاجات نتاع نوم حاجات مزيانة والله. البنات القماش نتاعهم بارد دي روب، فما دي بيجاما، بيجاما نتاع استنى نشوف لكم السوم، شفتها انا سومها صورتولكم اي 35 دينار، فما نص يد وفما صومونش، فما اللي من غير يدين يعني العريه وفما لي بليدي، فما السروال وفما الشورت حلوين او فما الالوان الكل. هنا شوفوا اللون هذا مع معناتها رسمة اخرى ديزاين في الوحدة حاجة اخرى. وهذا يا صديقتي سنيدل، سنيدل متاع صغار وفما متاع كبار حلوين. هذه الجبة اسمعوا انا وين نلقى الجون راني نوقف، نحب اللون الجون على فكرة الاصفر يعجبني. وهذه مسيكان قبل كنت سألتوني على سيكان البحر وين وكذا، الحقيقة صومهم ما لقيتش عليهم صوم ولكن عجبوني متاع البحر حلوين هكا منظرهم فيهم من داخل هكا اسطوش نقول انا، الساك الصغير اللي تحطوا فيها اوراقكم ولا اللي تحبوا نتوما. هنا هكا فما سي شليك متاع حشيكم شليك البلا هذوما باهيين زادة متاع صيف يعني جو الصيف جبناهولكم. وبالطبيعة نمشي ديما لك التابيات وكل حكايات متاع الدهر ديما نثبت ونشوف ما نعيوش، راهو انا واحدة من الناس ما نعيش كنسة اللي ما تعيش من شريان حاجات الدهر قد ما نشرو باقي شوي. هنا البنات شليك متاع نساء هاوكا، كان تحبوا تشوفوا حاجة ولا عجبتكم حاجة ولا تحبوا تشوفوا صومها وقفوا التصويرة كما العادة وثبتوا فيها نكبروها وثبتوا فيها. فما حاجات هكا نتصور متاع نساء كبار شوية معناتها، فما حتى متاع ليجان وبهين معناتها الشليك هذوما جوبيت جوب عجبني على الاخر فيه البلي هكا حلو وثقيل شوية محلية عجبني معناتها هكا يتلبس مع سبيدري. وهذوما دي شوميز محليهم البنات عجبوني برشا معناتها انا ديما راهو نحب الكاليتي متاع القماش في الصيف، القماش هو اللي يفرق ديما نحب حاجة باردة كما تعرفون احنا سخانة وعرق والكل يلزم حاجة باردة، وذيك اي حاجة اي شوميز تبدأ بلانش ومعها النوار انا راني نحبها ونعشقها يعجبني الكولور هذاك لي نوفورم يعني نحب برشا اهم فيهم في النوار بلون فيهم في البلون نوار يعني يا اما يطغى النوار والا يطغى البلون حلوين. الشميزات هذوما مراول اوكل بيستاش الفير راجعين له برشا ولا لا موضه. وهنا صديقاتي السكان الكل، فما السكادو فما الالوان فما المطارد فما البلومارين فما النوار، عندكم ما تختاروا.
وتوا دورتها للمكياج. المكياج عندهم حاجات، عندهم الوان عجبيني انا الحقيقه، نحب الكولور هذا متاع الروجا ليفر، يعجبني برشا اللون هذيك، ما نعرفش شنو يسموه ولكن يعجبني برشا، روز، لون روز بودري هكا، معناتها يبدا له روز له بودر اللون. هذوما لونتي سيرن موجودين متاع ليلى، فما حاجات، فما دي ماسكارا، فما معناتها بارفانيت، فما الاي دي في انا دي متبع فيه، فما برشا حاجات الحصيل موجوده في المكياج هنا. انا راهو اكثر حاجه نركز عليها البنات في المكياج كي نحب نعمل معناتها مكياج، نركز على الروجا ليفر. الروجا ليفر كي نحط يضوي الوجه هو اللي يعطي هكا منظر، هذاك المانيكير انا نحب اللون هذي، الالوان الفاتحه يعجبوني، نحب الالوان الهادية زاد يضخموا ليدي يعني هكا يواتوا اليدين. هنا فما البارف ديودوران بليتو عاملين فيهم بروموسيون، والجيل دوش شامبوان برشا حاجات لحصيلو اون بروموسيون، صار لي تبدا تلات البروموسيون، صار لي نهار تلات تبدا البروموسيون. هنا فما بارفان زاد هذيا صايب بديت 18900، هي نص دي تي او ب 10000. فما حاجات انا راهو ريت البنات كي نلقى مثلا بروموسيونات ديريكت نمشي نجري نحس لي واحد ما انت يربح حاجه كي يمشي للبرومو، يعني مش كيما يشريها في وقتها ان شاء الله حتى ربح فيها 2000 ولا دينار. شوفوا هذوما اللي رمكان انا عندي منهم، لقيت منهم 8 ب 25 دينار الحصيل، وحبيت نوريهم لكم للي يحب. وفما زاد راهو في الماكله فما بروموسيون او كديجا، فما في البسكوي، فما في الشوكولا، فما حاجات ننصحكم تعملوا طلب. الحصيل وتوا البنات كملت جولتي وهاني خارجة وين باش نمشي باش نهزكم معايا البلاصة مزيانة برشا هكا ترد الروح شوية، الواحد يشم هواء نقي ويبدل الجو شوية ويبدل الساعة بساعة أخرى. ديما أنا نقولها لازم نبدل الجو، تغيير السروج فيه راحة، مالنا إلا بشر نتعبوا نتقلقوا، لازمنا ديما نخلق جو هكا لرواحنا، لازمنا ديما ننهض برواحنا. هنا وانا خارجة من السنترال ومتجهة نحو حسب رايكم انا وين باش نمشي، باش نمشي بلاصة مزيانة برشا، اول مرة نوقف فيها اكتشفتها منظر فيها روعة. تقولوش انتم في تونس؟ لا ما تقولوش انتم في تونس، اما تونس سمحة بصراحة، تونس جميلة. هنا في طريقي انا طلعت البنات في القنطرة متاع رادس، اذا تعرفوها القنطرة متاع رادس الكبيرة اللي تربط بين رادس وحلق الواد وترجع حتى رادس تونس، نجم يعني نحنا توا جايين من تونس مشينا لرادس في القنطرة هذي، ومن طول راهي نحب نعرف بها شوي وتهزكم من رادس لحلق الواد. هذه هي البحر هنا بطبيعة شقيقها، نبدو نمشو على يمينا وعلى يسارنا فما البحر، منظر مزيان برشا قد ما نوصف لكم على غالب هذاك حد جهد التليفون متاعي. ولكن كان جيت عندي حاجة برو رقم شفتوا المنظر كيما نشوف فيه انا بعيني، حاجة روعة طبيعة ما نحكي لكمش ما شاء الله. شوفوا الوزة وين تعوم البنات، بلاصة روعة روعة روعة. اخص هاوكم تعدي، انا راني قربت لها عامله زوم باش نصور، نعرفش كان باينه ولا لا، يظهر لي باين. وذاك جبل بوغرنيه منظري يهب 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 اخسر. شوفوا اللاك شوف.
ليها الطبيعة. هني تلقوا الراحة النفسية، الهواء النقي، بلاصة معناتها ما شاء الله ما عندي ما نقول فيها. شوفوا ما احلاها، هذه تونسنا. ديما نحاول هكا نخرج نعمل خرجات ونصور لكم البلايص المزيان، والله ما عندكمش فكرة، ما عندكمش فكرة. هي راهي التصويرة ما ظهرش كما الحقيقة، الحقيقة حاجة أخرى، المنظر أنا نشوف فيه بلوان أخرى، متعة متعة للعين، سبحان الله. وهنا صديقاتي قاعدة نستمتع بالزقزقة العصافير والهواء المزين والبحر والمنظر والجبل، ما شاء الله، ربي إن شاء الله يديمها نعمة، سبحان مصور، سبحان من خلقها، فريمون حاجة معناتها مش مكلفة حد شيء إنك تخرج وتشوف للطبيعة، معناتها اللي خلقها ربي ببليش العين نعمة، معناتها إنه الواحد ربي نعم علينا بالعين باش نشوفه وترتاح منها أعصابنا، لأنه الواحد في حاجة إنه يغير شوية الجو، إنه يتفرهد شوي. باش نوريكم البنات منظر روعة روعة روعة. كان المركيحة أما كيفاش شنو دخل لهم الحجرات هذوك؟ أي فما ثنية تدخلني للحجر، شوفوا باش نحسكم ثنية تدخلني للحجر. ذرة نحات، هاي ذرة تخلى عليها الماء، اخسر. هذه كانت فيها ثنية تهز كل الحجر هذيك، مش نصور نحات قطعت، اخسر. مكاني المفضل هو البحر، الحق متعة متعة، الهوان والريحة البنينة نسميها أنا، ونقعد ونحكم ونحن ونبحر، حاجة مزيانة برشا. أخزر من غاديك الجبل، حاصل هنا فما منظر الجبل والنخل، أو نوريكم النخل والبحر والحجر، هادي حاصل حاجة حاجة ترد الروح. ديما هكا نحب نعملها الخرجة هذي، نسمعكم صوت الموج، صوت الماء. وش بيكي؟ وش بيكي؟ غشة ها، مش بيك تغشى، بردينا جيعانة، أمنك للبحر، أمنك للبحر وللسمكين، ما صديش حتى سمكة، ها ما صديش حتى سمكة، يجي منا بطش، يجي منا، يجي منا، ها بيزي هذم الفليك هم خرجوش، هذم الجلول متاع القرنيت،
ومادام مشينا للبحر لازمنا الشيبس والبمبلوني. البمبلوني يا البنات كان تشموا الريحة هذية من أحسن الفريكاسي والبمبلوني من أحسن ما تاكلوا، راهي خفيفة وبنينة نودكم ولا نشهيكم. أو كصورتلكم هما قاعدين يحضروا فيها، ما شاء الله العباد بالصف تبارك الله، ربي يعينهم وربي يزيدهم خير وبركة. الحاصل هذه من الحاجات المعهود علينا معناتها فيه في الصيف، كي الجو هذا بدا والريحة بدأت تتفحفح الحصيل وحاجة أخرى. هنا البنات في طريقي إلى العودة، صورت لكم هكا الأفق، صورت لكم القنطرة، صورت لكم البحر، حصيل ومنظر يرد الروح، منظر يفرهد. شو باش نقول لكم، أو كالمشهد يتكلم وحده. جو هكا يخليك تسترخي، خليك تشوف الجمال الطبيعة اللي خلقها ربي سبحانه. شوفوا ما حلاه المنظر، شوفوا السماء، حسيلوا راي. هذه حاجات انا خرجكم معايا يمكن باش يشجعكم حتى هذوما تخرجوا، باش نوريكم البلايص نفيدكم. راهو اكيد فما افادة، اكيد فما ناس ما تعرفش البلايص هذيا ومشيت لهيجا وكنحفزها باش تمشي وش تزورها. كيف ما انا ما نعرفش بلايص ويقولوا لي ناس عليها ونمشي لها، وان شاء الله هكا ندورها لكل بلاد. نحب راهو انا نحب الخرجات ونحب هكا نكتشف البلايص الجديده. هنا البنات هكا في طريقي الى العوده الى البيت، طاح الليل كيما نقولوا نحنا يعني الدنيا ولات ليل. كنت مانيش معناتها باش نسجلها، ولكن قصيت الصوت خاطر برشا حس مبقالي كم باش نقولكم. في امان الله الناس الكل.